المطربة بوسي بتتعاقد مع مدير أعمال شيرين عبد الوهاب بعد ما انفصل عن العمل مع شيرين عبد الوهاب. أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند. أعلنت المطربة بوسي عن تعاقدها رسميا مع ميمي فؤاد علشان يتولى إدارة أعمالها، وكانت شيرين عبد الوهاب أعلنت مؤخرا إن هي انفصلت عن مدير أعمالها ميمي فؤاد بعد أقل من شهرين من التعاون معاه. وطبعا ميمي فؤاد كان رد على تخلي شيرين عبد الوهاب عنه في تصريح صحفي، وقال: حزنت قليلا لكني أتمنى لها التوفيق من الله، وقد تعودت على الضغط على نفسي عند الشعور بأحاسيس سيئة بداخلي، وأقول الحمد لله دائما وأتوكل على الله في حياتي بشكل عام. وبرضه كمل كلامه وقال: أرد بشكل خاص على من أصدر تلك البيان وأقول له كتر خيرك. يعني بعد ما تعاون مع شيرين عبد الوهاب، ياسر قنطوش المحامي الخاص بشيرين عبد الوهاب طلع بيان وقال ان هو مش بينفذ الاعمال المطلوبة منه، علشان كده مشيوه. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص تعاقد المطربة بوسي مع مدير اعمال شيرين عبد الوهاب بعد انفصالهم ميمي فؤاد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة.